بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صح شيبتكم، ربي يتقبل وربي يعاوننا جميعا. اليوم نحب نوجه الخطاب الجزء من أبناء جلدتي وأبناء وطني وأحبابي، بناتي وأبنائي، هالجزء اللي يظل فيهم ما مش مستعرفين برمضان، هذوما اللي داقين وطول عرض وفيهم ربما من يتجاهر بالفطر متاعه، وفيهم من يخبي فطره ولا موجب لفطره شرعا، لا مريض تبارك الله ما شاء الله يسقف بيته معصرة، الطول والعرض والجمال والقدرة، اللهم صلي على النبي وربي يزيدكم صحة وعافية. وهذو ما كتسألهم تقول له علاش يا ولدي ما تفطرش، تصوم علاش ما تصومش؟ يقول لك شو جايبني ليه أنا رمضان؟ واحد يقول ما عاش لموضة، والآخر يقول والله نتعب ونولي نكت ونكندر، والآخر يقول لك والله عندي شكوك أنا، اش معنى هذه الناس تكون قاعدة وإذا بيها تسكر فمها وتقول لا تاكل لا تشرب، والبعض الآخر يقول لك أنا خير منها كل اللي يصلي ويصومه، شوف استقامتي ونظافتي، تحبني نولي نصلي ونصوم باش نكذب ونبلعط نتعدى على الناس؟ والكلام هذا معلوم وأنه كلام نفس مش كلام عقل، كلام نفس، لأن النفس تحب تزين للإنسان، تزين له السهولة. وفما جزء كبير من مواطنينا إخواننا مسلمين مؤمنين يقولوا لا إله الله محمد رسول الله، ما عندناش غبار على إسلامهم، لكن يحبوا يتوخاوا السهولة، هذو ماذا بهم يتحلوا من كل قيد يقيدهم. هو طبع في الإنسان، الإنسان ما يحبش يكون يربطوا، ما يحبش يكون يقيدوا، ما يحبش يكون يلزموا. هؤلاء نحبوا نفتحوا معهم حوار، احنا خويا حدثونا، انتم جزء من امتنا، جزء من بلادنا، انتم اخواننا وتعيشوا معنا ونعيشوا معاكم، احباب واصحاب ومتصاهرين. وفي العائله الواحده تلقى واحد ولد هكا ولد هكا وبنت هكا وبنت هكا. ولذلك كلمونا بالمنطق يا اخي، بلادكم وامتكم ما تنجمش تلقى فيكم شكل من اشكال الالتزام؟ يا اخي انت ماكش بدن وروح لحم ودم، ماكش عقل، ما تجيكش حالات اللي تشعر فيها بالقوة القوية في الدنيا، ما تحتاجش نهار من نهارات باش تقول له يا ربي. انت المطلوب منك يا ابني تشعر وان الالتزام متاع الدين ماهوش الزام قهري خارج على ارادتك، هو اختيار منك. انت الان كي نطلب منك باش تصوم، مانيش انا طلبت منك، أنا أقول لك عاوني على هم الدنيا. أنا وياك تبعين لبلاد تحتاج إلى عنصر أساسي فيها هو رأس مالها، وعنصر الإنسان. والإنسان لا يكتمل كيانه إلا بقدرات ذاتية تجعله يتغلب عن نزعاته النفسية، يتغلب عن ضعفه عن نقصه. يا أولادي وابناتي اللي فاطرين رمضان، إذا كان رمضان ما يلقاش فيكم الخير وانتوما أنفسكم ما تلقاش فيكم الخير، لا خير في هالمجتمع اللي نعيشوا فيه جميعا. يا أخي احنا شنو المطلوب منا؟ هو مطلوب ضبط نفس، هو مطلوب إلزامها، هو مطلوب التحكم فيها. هكا يا أخويا، هكا يا بنتي، لقمة تحكم فيها وتحكم فيك. شنو هي قيمة الأمة اللي تغلب أفرادها شهوتهم؟ زعما غد وقت اللي تجي الشتايد وتجي أيام الكد والجد، زعما نكون انا وانتي في الصف الاول اذا كان شهوتنا غالبتنا، واذا كان نفوسنا طاغيه علينا، واذا كان نحب السهوله، واذا كان مايعين بالشكل اللي ما يجعلناش نلتزمه. انا اقول لك فيك خير، انت مؤمن، انت مواطن، وانت وطني، كمل هالوطنيه والايمان بالتزام تتضامن فيه مع المجتمع متاعك. رمضان ماهوش باش ينقص لك، لا باش يركب لك مرض، ولا باش ينقص لك من قوتك، وانا باش ينقص لك من هك النفس الاماره بالسوء، وباش يجعل منك انت مثال يحتذى في استقامتك ومحبتك لدينك. وليداتي، الاسلام هذا ماناش ناخذه فيه على زيد وعمر اللي يصلي ويسرق واللي يصوم ويغش، هذاك قاعد يغش في روحه، وما يكونش هو مثالنا. مثالنا هو قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول لإخواني اللي ما أسعفهمش الحظ ولا ما قعدوش مع رواحهم قاعدة باهية متاع محاسبة ذاتية، واللي ماشيين مع السهولة ويحبوا السهولة، نقول لهم جربوا، نهير نهيرين مع الصايمين، عيش معاهم جوهم وعيش معاهم فرحتهم، وراو كيما تحب نفسك كيما تهديها
أنت قادر على هدايتها وقادر على إردائها صرخة لقلوب مؤمنة حتى تسترجع إيمانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.